السلام عليكم. اليوم جايب لكم لعبة فيفا، فيفا أونلاين. هم قاعد ألعب مباراة وراح أوريكم الآي دي آخر الفيديو. أنا قاعد أصور في الآيبود لأنه ما عندي كاميرا. باخذ الموضوع زين. أنا ميلاني، أشجع الميلان، أشجع مدريد، أشجع الهلال، أشجع كل هذا. مين أخذ الهلال؟ الحين قاعد ما جاء الأول. الحين هذبح. أنا قاعد على مستجدي. اللي بيضيفني يضيفني.
الأشياء دي أنا ما أدري عشان كذا ما مركز باللعب، ما أحب أتكلم وألعب. بعد ما قلت لكم بحط كل شيء تحت، ألعاب دي تحت، تويتر تحت، سكايب تحت، كل شيء. كل شيء تحت إن شاء الله. يا رب 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 يا شباب أنا بس ألعب فيفا، ما ألعب كود كود، ممكن ألعب شوي شوي يا فيفا مو كثير. ترى هذا جيم بسيط بسيط ان شاء الله اعجابكم، ان شاء الله نال اعجابكم، ان شاء الله ضاعت هجمه. Yeah.